شو بدك تعمل معه لفياض بس تشوفه؟ رح تطلب منه يبعد عن سوزان ويتركها؟ إذا طلبت منه رح يتركها؟ أكيد لأ غالبا. شو رأيك تفهم القصة من سوزان بس بدون ما تحسسها أنه أنا اللي خبرتك، وبعدين أنت وياها بتروحوا على الشرطة وبتشتكوا عليه، وفياض وقتها ما رح يقدر يتعرض له. ما بدي سوزان تشغل بالها وتتضايق هلأ من هالموضوع. أنا رح حل هالشغلة بدون ما هي تدري أصلا. شو ناوي تعمل معه؟ خلص أنت لا تشغلي بالك، أنا بحلها. أنتوا ما رح تتقاتلوا ما هيك؟ أستاذ سامي بترجاك لا تأذي حالك، هالشاب مبين مو منيح ومرعوبة إنه يأذيك. شو بفهم إذا صار لي شيء أنت رح تزعلي؟ معقول ما أزعل؟ يعني ما أنا اللي وصلت لك القصة. لا تقلقي علي صفا، الناس اللي مثل هالواطي فياض مو شاطرين يتقاوا غير على البنات، ما بيطلعوا معي. هداك هو ليكو اللي لابس مانتو أسود. شكرا كثير صفا، خدي تاكسي وروحي انت، لا تاكلي هم، بتروحي فورا على البيت، وما بدي تقولي لحدا عن اي شي حكينا او شو بدي اعمل. ماشي، خليني انتظرك هون لترجع، بجوز الشغلة تطول لشوي. روحي انت هلا، يلا.